عمو برهوم خبرنا على شو ناوي بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. يا عمو برهوم خبرنا على شو ناوي بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. عندي إلكم مفاجآت أسئلة حلوة ومسابقات واللي جاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. أوقاتكم مشاهدين الأعزاء بكل خير أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج خطاوي السلاوي. اليوم احنا موجودين في هذا المكان الجميل بل الرائع في جدة، تحديدا على باب مجمع السلام، السلام مول هنا في جدة. احنا وياكم حنشوف أمثالنا وألغازنا كيف حتبدأ وكيف حتكون مع الناس الموجودين داخل هذا المول. يلا معنا، عندنا برنامج خطاوي السلاوي، عندنا أمثال وألغاز. انتم اليوم جاء حظكم على الأمثال، نسألكم عن مثل وإن شاء الله تكملوا لنا إياه بكلمة واحدة حتى تفوزوا معنا مجموعة هدايا. المثل يقول: من ذبحته يدا ما حد إيش؟ من ذبحته يدا ما حد إيش؟ اللي بينذبح بإيده مش إيش؟ من ذبح برجله ولا؟ لا ما لها علاقة بالأجر. من ذبحته يدا ما حد إيش؟ ما مر علينا؟ لا ما مر علي. شكرا، شكرا جزيلا لكم، اسعد الله اوقاتك. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ شلون بخير؟ حياك الله. كيف حالك يا حلوه؟ ايش اسمك؟ اسماء. اسماء. وهذه مناع. اهلا وسهلا، كيف حالك يا غالي؟ والله بخير. عندنا مثل يقول: من ذبحته يداه ما حد ايش؟ من ذبحته يداه ما حد من ذبحته يداه ما مر عليك. اعطنا خيارات. هو كلمه واحده، من ذبحته يداه. طيب هذه جائزة ترضية لوجودكم معنا هنا في السلام مول، هذه جائزة تروحوا تلعبوا فيها هنا في باب اللاند الصغيرتين. ألف مبروك عليكم. على المصعد الكهربائي متجهين إلى الطابق الثاني هنا في السلام مول حتى نجاوب. تحياتي لك، كيف الحال؟ الله يحفظك يا رب، يا مرحب. حتى نجاوب خطوينا وسؤالنا عن من ذبحته يداه ما حد إيش حيصير معاه. تعالوا نشوف كيف الحال. الحمد لله. أخبارك؟ تمام الحمد لله. عندنا مثل كيف أنت والأمثال؟ تمام. المثل يقول: من ذبحته يداه ما حد ايش؟ اللي بتذبحه ايديه ما حد. لا مش 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 عارف. شكرا شكرا، نشكرك شكرا جزيلا. عندنا مثل يقول ان تكملت المثل: من ذبحته يداه ما حد يبكي عليه. ما حد يبكي عليه. من ذبحته يديه ما حد يبكي عليه، او من ذبحته يداه ما حد بكى. ما حد. إجابة صحيحة، نعم، من ذبحته يداه ما حد بكاه أو ما حد يبكي عليه. ربحتي معانا، ألف مبروك عليك في برنامج خطاوي السلاوي عطير الجنة. الجائزة الأولى مقدمة إلك من ذا بادي شوب، جائزة من مستحضرات التجميل من ذا بادي شوب. ألف مبروك، هاي الجائزة الأولى. شكرا. والجائزة الثانية الركن السويسري، إداكي ساعة من الركن السويسري، ألف مبروك عليك. هذه الهدية رقم 2. شكرا. مستمرين. والجائزة الثالثة هنا في السلام مول موجودين مؤسسة طيور الجنة، إدوكي بقيمة 300 ريال مجموعة من الديفيديات والسيديات، ألف مبروك. شكرا. واحة الجلابية أيضا في السلام مول، إدوكي جلابية بقيمة 300 ريال، ألف مبروك عليك. شكرا. ومستمرين، هذه جائزة لك من مين؟ دماس. دماس، ألف مبروك عليك. نعم، جائزة من الذهب من دماس، ألف مبروك. واحنا اسمحي لنا نختم لك في الختام من باب اللاند الصغار الموجودين معك يروحوا يلعبوا يوم كامل في باب الالف، الف مبروك. شكرا عليك. شكرا. اسمي بنسمع منك كلمه. والله يعطيكم الف عافيه، وقناه طيور الجنه دائما متابعينها انا والاطفال، حتى انا والله. الله يوفقكم. شكرا. حظك، لانه اليوم من ذبحته يداه ما حد بكى لك، لانك جاوبت انت بذكائك. نسينا لك جائزه اخيره من اورنج، الف مبروك عليك كمان. شكراً. هذه جائزه من اورنج متخصصين في غير متفرغ. يبارك فيك يا رب. شكرا. ونشوفك ان شاء الله على خير، الف مبروك لك. نكمل بعد الفاصل لغزنا اللي قاعد يستنانا حتى نشوف مين حيجاوب عليه. بعد الفاصل تابع احنا وياكم، خلوكم معنا. ما خطاوي السلاوي، حنكمل معاكم في حلقتنا لهذا اليوم اللي بتتكلم الاولى، تكلمت عن من ذبحته يدا ما حد بكى. حتى نكمل الان نشوف ايش ممكن يكون لغزنا الثاني اللي قاعد يستنانا. نتابع، مستمرين معاكم، يلا تفضلوا. السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم.
كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. قناة طيور الجنة. حياكم الله. خطاوي السلاوي للغاز والامثال. عندنا لغز سهل لكن بحاجة الى ذكاء. معانا للجواب 10 ثواني. لغز سهل لكن بحاجة الى ذكاء سريع. نتكلم عن صف من البط. تمام؟ بطة امامها بطتين وبطة ما بين بطتين وبطة خلفها بطتين. كم عدد البطة؟ عين من البط. بطة امامها بطتين وبطة بين بطتين وبطة خلفها بطتين. كم عدد البطة؟ 10 ثواني. 10 10 3. كم الشيء الختامي؟ كم؟ 3. خلاص 3. 3 3 اجابة صحيحة. نعم هما 3 بطات لانه صف من البط. بطة قلنا ايه كيف؟ بطة ما بين بطتين وبطة خلف بطتين. نعم إجابة صحيحة. ربحتوا معنا مجموعة من الجوائز. أول جائزة مقدمة لكم من الماجد للعود، جائزة فاخرة. ألف مبروك عليك، هذه أول جائزة. والجائزة الثانية مؤسسة طيور الجنة أدتكم للأطفال حلوين حتى يحضروا طيور الجنة 10 سيديات أو 12 سيدي. تفضل موجودين هنا في السلام مول. ألف مبروك. والجائزة اللي بعدها الركن السويسري أدتكم ساعة فاخرة قيمتها 850 ريال. ألف مبروك عليكم. شكرا جزيلا. ما خلصنا لسه، بعد مكملين. ستندر أدوكم جائزة من مستحضرات التجميل قيمتها أكثر من 1200 ريال برضو. ألف مبروك عليكم. وما زلنا كمان معكم مستمرين. واحة الجلابية موجودين هنا في السلام بقيمة 300 ريال جلابية. تفضلي حتى تساعديه مش كله حيشيلوا الرجال يعني. صحيح. واللي بعدها كمان اون تايم بلس ادوكم ساعة جميلة. ألف مبروك عليكم. وما زلنا مستمرين احنا وياكم مع اورنج. ادوكم لحاف كبير للبيت ولغرفة النوم. ألف مبروك عليكم. شكرا. وحنختم احنا وياكم مع باب اللاند. ادوكم جائزتين للأطفال الحلوين يروحوا يلعبوا فيهم، جائزتين من باب اللاند. هذا ليوم كامل من الفرح والسعادة في باب اللاند. ألف ألف مبروك. ايش تحبوا نسمع منكم؟ ايش تسمع؟ شكرا. واحنا بنقول لكم شكرا لتواجدكم معنا، وانتم بألف خير يا رب. إذن في ختام حلقتنا لهذا اليوم، كل شكر لهذا الجمهور الموجود معنا اليوم. إحنا وياكم إن شاء الله مستمرين في برنامج خطاوي السلاوي دائما، منيجيكم وين ما كنتم موجودين حتى نلقاكم على خير في حلقة قادمة. كل الحب لهذا الجمهور الجميل بل الرائع. إلى اللقاء. مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي.